معنى عظيم من العظماء الذي فرت منه الشياطين، الذي كان إسلامه فتحا وهجرته عزا للإسلام والمسلمين. إنه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى، إلى أن يصل نسبه إلى كعب بن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. إذن هو يجتمع مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في جد من أجداده، وهو كعب ابن لؤي، لقب بأبي حفص وهو الفاروق رضي الله عنه، فرق الله به بين الحق والباطل. ولد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بثلاث عشرة سنة، له ثلاث عشرة من الولد من الذكور والإناث. كان في الجاهلية شجاعا قويا، تحمل المسؤولية وهو صغير، بل كان رضي الله عنه يرعى الغنم، وكان يحب الرياضات كالمصارعة وركوب الخيل، وكان يكثر من الشعر ويحب التاريخ، وكان يعمل بالتجارة رضي الله عنه. حكيما بليغا حصيفا قويا، بل اختارته قريش قبل الإسلام ليكون سفيرا لها، وما تختار قريش سفيرا لها إلا إذا كان رجلا ذو فراسة وبلاغة وفصاحة. إنه عمر ابن الخطاب أشهر من أن يذكر في محاضرة أو كلمات نقولها. لقد تأثر رضي الله عنه، وهو الذي كان يمنع الناس ويتعجب من دخولهم الإسلام، يتعجب لما يبدلون دينهم، وربما عذب بعضهم لما تدخلون هذا الدين، ولكنه تأثر. كيف تخرج النساء من مكة إلى بلاد أخرى هكذا، يتركون أوطانهم، يتركون مساكنهم؟ يوم من الأيام عمر رضي الله عنه سأل أم عبد الله بنت حنتمة، قال لها: يعني لما الانطلاق يا أم عبد الله؟ هي الهجرة؟ قالت: نعم. قال: لما؟ قال: والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا قهرتمونا، نخرج حتى يجعل الله لنا فرجا. قال لها عمر، عمر الشديد، عمر القاسي على المؤمنين، تعرفون ماذا قال لها؟ قال لها: صحبكم الله يا أم عبد الله، صحبكم الله يا أم عبد الله. كان النبي يدعو له يقول: اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب. قالوا له: يا عمر، يا عمر، سمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قالوا: أختك صبأت، أختك وزوجها صبأ، أسرع إلى البيت، دخل عندهما، الخبر صحيح؟ قالت أخته: نعم. ضربها وضرب زوجها وأثخن فيهما الضرب. فلما منعت أخته قالت: ويحك يا عمر، ماذا تصنع؟ لما تفعل هذا؟ فنظر إليها تقرأ من لوح قبل أن يدخل عليها. قال: ما هذا اللوح؟ قالت: لن تمسه. قال: أعطني إياه. قالت: لن تمسه يا عمر. قال: لما؟ قالت: إنك مشرك وأنت نجس، اغتسل وأعطيك إياه. فاغتسل عمر فأخذ اللوح ليقرأ فيه: طه، رق قلبه، وإذا الباب بدأ يفتح، وإذا الهداية بدأت تدخل. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فعظمت في صدره هذه الآية، وقال عمر: من هذا فرت قريش، أي من قوله الله لا إله إلا هو. ثم أكمل حتى وصل إلى قوله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ثم قال عمر: ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره، دلوني على محمد، دلوني على محمد. خرج من بيت أخته يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه وقع في حيرة من أمره، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ والهداية دخلت قلب عمر. الله أكبر، أراد الله أن يعز هذا الدين. الله أكبر، يوم أن أراد الله أن يعز العباد المستضعفين. في الطريق رأى رجلا من الصحابة فقال له: يا عمر، سمعت ما يقول النبي؟ قال: ما يقول رسولكم؟ قال: يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك وذكرك
وذكر أبا جهل قال أين هو؟ فدله على مكان النبي عليه الصلاة والسلام. طرق الباب قال يا رسول الله يا رسول الله إنه عمر. قال حمزة، وحمزة أسلم قبل عمر بأيام. قال لا عليك يا رسول الله، فإن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد شرا كفيناه بسيوفنا. ففتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال عمر. قال عمر، النبي صلى الله عليه وسلم مسكه من تلابيب ثيابه، قال يا عمر أما أنا لك أن تدخل في هذا الدين أو لتصيبنك قارعة؟ فقال عمر يا رسول الله يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وما جئت به من عند الله. قال النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فكبر أهل الدار وكبر المسلمون، وبدأت العزة لهذا الدين، وبدأ الصحابة يصلون عند البيت الحرام وبدأوا يطوفون حوله، بدأ كل منهم يظهر إسلامه. لما؟ لأن عمر دخل في الإسلام. من المؤمنين رجال، جاء الرجال ودخلوا في هذا الدين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بعض الصحابة لا زال يكتم إيمانه. جاء عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق متنا وحينا؟ قال نعم. قال لمن اختفي يا رسول الله؟ قال يا عمر لم يؤذن لنا بعد، لم يؤذن لنا بعد. عمر ما رضي أن يكتم إيمانه، فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى عند الكعبة متحديا، وجاء الصحابة يصلون عنده، وصلى المسلمون. عمر لم يكتفي بهذا، قال إن أبو جهل؟ قالوا في داره. ذهب الآن يريد عمر أن يعلن لأهل مكة كلهم أنه دخل في الإسلام، من كان عنده شيء فليفعل. طرق الباب على أبي جهل، خرج أبو جهل فتح الباب. أبو جهل الآن لا يعرف ما الذي حصل. قال له من؟ قال ابن الخطاب. قال عمر رضي الله عنه يا أبا جهل أما علمت أني قد صبوت؟ قال أبو جهل لا تفعل. قلت نعم. قال أبو جهل بل لا تفعل، يعني مستحيل، كل الناس يؤمنون إلا أنت. قال بل قد فعلت يا عدو الله. دخل أبو جهل وأغلق الباب على نفسه خائفا. ذهب عمر إلى باب آخر، طرق الباب بابا تلو باب، لم يكتفي عمر بهذا، ما رضي. قال أعلموني عن رجل يخبر خبري في مكة كلها. قالوا عندك جميل بن معمر الجمحي، رجل، هذا رجل معروف أنه ينقل كل أخبار مكة، وكالة أنباء، أي خبر تعطيه إياه ينقله مثل الإشاعة في كل مكان. فناداه عمر فقال له يا جميل أما سمعت بالخبر؟ قال ما الخبر؟ قال قد أسلمت. فركض جميل بن معمر يا أيها الناس يا أيها الناس، تجمع الناس على جميل عنده الأخبار، أما علمتم بالخبر؟ قالوا ماذا يا جميل؟ قال صبأ عمر صبأ عمر بن الخطاب. قال عمر وكان وراءه كذبت يا عدو الله، بل قل أسلم عمر بن الخطاب. أسلم. فقال جميل أسلم عمر بن الخطاب. فبدأ الناس يجتمعون على عمر وبدأوا يضربونه. أول من قام يضربه عتبة، عتبة الخبيث عدو الله ورسوله، بدأ يضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قام عمر عليه فبرك على صدره وأخذ يضربه حتى وضع أصبعيه في عينيه. فقام الناس وهاج الناس وبدأ يضربون عمر، يقولون فإذا بعمر يدفع هذا ويضرب هذا. عمر قوي الجسم، عمر شجاع، عمر بطل لا يستطيع أحد مقاومته، حتى علت الشمس وارتفع النهار وعمر يدفع الناس. فقال لهم يا معشر قريش يا معشر قريش، والله لو كنا فيها أي في مكة 300 ما تركناها لكم، أي لطردناكم جميعا من مكة. إنه عمر. بدأ الناس يطوفون حول الكعبة، بدأ المسلمون يصلون حولها، لأن عمر دخل في الإسلام. أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان.